وتنضم الى الان من بيروت زميله ماري سالم المحلل الماليه لدينا هنا في شرق الاخبار. صباح الخير ماري. يعطيك العافيه. السؤال طبعا هو في ارتفاعات اذا طلعنا بالمطلق على المؤشرات الخليجيه صباح اليوم، المؤشرات بالامارات دبي وابو ظبي فيها ميول للارتفاع، لكن بعد خجوله من مطلع العام لهلا. صباح الخير سبق. فعلا الحركه بالاسواق الخليجيه مؤخرا حتى من بدايه العام لحد اليوم رغم الارتفاعات الموجوده الا انها هي عم بتكون مدعومه باحجام تداول ضعيفه، يعني بعد ما فينا نقول انه الارتفاعات قويه ممكن يكون في لها استمراريه، يعني بالامس شفنا نوع من جن الارباح بالاسواق القطريه وحتى بالسوق السعودي، وهي شغله متوقعه وقت اللي ما بيكون في عنا اساسيات على اساسها عم بتداول المستثمرين. هلا اليوم في عنا صباحا اخبار يمكن من كم شركه هي اللي عم تدعم الارتفاعات خاصه بسوق ابو ظبي، يعني في عنا مبادله عندها اتفاقيه مع الفا ظبي لحتى يستثمروا تقريبا بحدود 9 مليار درهم خلال 5 سنين باسواق الدين مطرح ما بيكون في الفرص مناسبه. في عنا ابو ظبي بورتس مرتفعه باكثر من 1.5% اليوم من بعد اعلان عن شراكات كمان مع شركات اخرى. دائما الاخبار عم بتكون مرتبطة بدمج أو استحواذ أو حتى زيادة نسبة ملكية بشركات تابعة ببلدان أخرى مثل بنك أبو ظبي الإسلامي اللي صباح اليوم أعلن عن زيادة 2.4% ببنك أبو ظبي الإسلامي مصر، حيث وصلت نسبة الملكية تبعه ل 52.6%. الأخبار هيدي سبب بتركز أداء المستثمرين بالشركات المعنية فقط مش بالقطاعات حتى، فبالتالي بتلاقي انه احجام التداول عم بتكون ضعيفه لانه ما بيكون في هذا التركيز الزخم والسيوله المتوفره لحتى يكون في استثمارات قويه. هلا الملفت بالايام اللي قطعت ان كان بسوق ابو ظبي او حتى بالسوق السعودي هو اداء سهم امريكانا يلي كان عم يسجل ارتفاعات جدا قويه، اكثر من 7% بالسعوديه واكثر من 10% لحديت امبارح بسوق ابو ظبي. هذه الارتفاعات اجت من بعد اعاده تقييم بعض الشركات للاستثمارات تبعهم او التوصيات تبعهم بشركه امريكانا، فعم نشوف في زخم شراء من بعد ما كان في عنا نوع من ضغط عند الادراج بنهايه العام الماضي. الصوره حتستمر على هذا الحال طبيعه الحال صبا لحديت ما نبلش نشوف اعلان نتائج، والمتوقع انه ب 11 الشهر حيكون اول اعلان لكيو ام بي اللي هو دائما بيكون اول مصرف، فمن وقت من هنيك من بلش نشوف كيف حيكون الاتجاه، لانه توقعات البنوك مثل ما ذكرنا امبارح انه فيها تباين جدا قوي، فبنبلش من بعدها نشوف تمركز المستثمرين كيف حيكون بقلب الاسواق. تمام ماري. العام الماضي بحسب البيانات راينا طروحات اوليه بالمنطقه وصلت ل 23 مليار دولار وتوقعات ان تستمر ايضا لذلك لا شك تاثير على السيوله اللي موجوده بسوق. شكرا جزيلا لك ماري.